السلام عليكم، مساءكم سعيد، يومكم سعيد للمتابعين ديالنا، متابعين ديال جريدة وصفحة الشوكة تي في. كما اللي قلنا لكم يوم أمس في الفيديو بأنه راه عشنا اكتشفنا أنه الأسواق الممتازة رخيصة على الأسواق العادية والأسواق التقليدية، وكذلك الرحبات والكوارع بخصوص اقتناء الأضاحي. واحد العدد ديال التعليق تما بحال إلا كاين واحد كان اللي باقي مشكوك في القضية. حنا برجلينا مشينا حتى شفنا في الفيديو اللي غادي تشوفوا من إنزكال، يعني واحد جوج الأسواق ممتازة جبنا لكم الحقيقة، ها هو البركي وكذلك السري، وكذلك كاين حتى الخروف الإسباني 55 درهم، ولكن كما كنشوف ربما كنزعموش على الأضاحي الإسباني. كما كنشوفوا تبارك الله البركي ب 67 درهم، تبارك الله ما شاء الله الخروف قداش وما تحركوش، 50 كيلو 51 60 65 55 كيلو تقريبا الثمن ديالو 67 درهم الكيلو. إلا ضربناه في 50 كيلو 50 كيلو كتجي 3400 3200 3500 3600 3700 حتى 4000 درهم. إي كتبان لكم غالية، ولكن إلا كتشوف هاد الأثمنة اللي كاينة في الرحبة ديال 3000 درهم و 3500 درهم راه كنديو الكركاس، راه هادشي بزاف. خليكم دابا مع الفيديو. كما كنشوفوا حتى بخصوص الماكله اللي مشكوك فيها، اللي شي واحد تيقول شنو تاكل، مشينا حتى شفنا كان غير الذره وكاين الشعير وكاين السيكاليم وكاين بعض الاخر كنلقاو الشمطر، يعني هذا الشيء راه كيتكال وكيتعطى في جميع الاسواق ورحبات وما الى ذلك. بحال هذا تبارك الله اللي كنشوفوا بعينكم، هو هذا في احد اسواق البرقي، هذا تيقولوا لي البرقي تبارك الله وزناه لقينا فيه تقريبا 50 حتى 55 كيلو 67 درهم الكيلو، يعني 3400 3300 3500 درهم بحال هذا. يعني كما كنشوفوا تبارك الله هذا هو حطينا في الميزان، يلا عطانا تقريبا 51 كيلو اللي عطانا، يعني تقريبا هذا غادي 3400 درهم تبارك الله ما شاء الله. وهادو ديال السردي حتى هما راه مشينا حتى شفناهم وشفنا شنو كيتكال شنو كذا تما، راه كما قلنا لكم راه إذا كنقارنوهم مع السوق راه حتى هما بحال بحال نفس الماكلة، هي إذا كنشوفو في الماكلة راه كاين غير الشمند سميتو السكريم والذرة والشعير، هادو بخصوص السردي 69 درهم الثمن ديالهم. حتى هما في الميزان راه كاين من 40 في كيلو حتى الفوق، من 40 كيلو الفوق، غير هو مجبد شوية على البرقي، غير البرقي شوية كيما تنقولو تيهز اللحم بزاف، والسردي حتى هو السردي حتى هو راه كيهز اللحم، غير هو مجبد شوية تيبان كبير، غير هو في الثمن طلع بشي جوج دراهم على هذاك. يعني كما كنشوفو تبارك الله ما شاء الله، يعني راه الخير موجود وتبارك الله الحولي اللي بغى الحولي ديالو راه موجود. هذا دابا هذا تقريبا اللي غادي يهرب لهادو فيه 45 كيلو 45 كيلو كاين في هذاك، هذاك الصغير هو 45 كيلو بالثمن ديال 67 درهم، اللي تبارك الله راه الخير موجود. مشينا حتى شفنا، يعني عوض داك الشيء اللي كنسمعوا في التعاليق وداك الشيء اللي كنقراو في الفيديو اللي درنا البارح، راه ماشي حنا راه ما شرينا حد، ما عطانا حد شي حاجه، حنا ايها الناس راه بحالنا بحالكم، راه عندنا العائلات ديالنا وعندنا الاصدقاء ديالنا، وحتى واحد بغينا شي تصيد والماكله ديالهم حتى بحال بحالها، هو الشمندر والسكاليم والشعير والذرة، يعني داكشي اللي كيتعطى في الكوريات وداكشي اللي كيتعطى في هذوك اللي كيربيو الاغنام وما الى ذلك، يعني شي حاجه اللي تفرح دير الخروف ديالك وكذا الى اخره. حنا راه ماشي كنديروا الاشهار، ما نسميوش ما عرف، المهم ما نسميو حتى واحد، غير مشينا شفنا جبنا لكم التحقيق وداكشي اللي قلنا، لانه راه تبارك الله راه هذا العام مقارنه داكشي اللي كاين في السوق، راه ماشي قلنا السوق كذا، غير هو السوق كيسمعوا الناس الثمن وكيطلبوا كيجيب لك شي واحد خروف غير الكركاز ما فيه لا اللحم لا والو، كتشدو في ظهرو كتلقى غير العظام ضربو الجفاف وكترفيه شي ثمنه خياليه، ما عين هذا العيد دايز غير نهار واحد بلا ما يتصيد، وحتى الناس الله يهديهم وهاد الشنقه حتىهم الله يهديهم راه كيطلبوا شي ثمنه خياليه. المهم ملايين اللي بغى يشري في السوق غادي يشري، ولكن هذه انا مشيت حتى شفت الحقيقه، يعني عوض داك الشيء اللي كنسمعوا راه يعني هادو ديال مشينا كنشوفوا داك الشيء اللي كيتكال فيهم، يعني هادو ديال السردينيت، يعني تبارك الله كل واحد بالثمن ديالو الوزن ديالو، راه شفنا تما كاين 45 50 60 70 كيلو، كل واحد داك الشيء اللي بغى. كاين هادوك ديال اسبانيا غادي نوصلوهم حتى هما تقريبا 55 درهم دايرين، ولكن شويه عليهم اللي قبل شويه قليل، ما عرفت علاش الناس ما زعموش باش يديوهم،
ما عرفتش شنو خايفين كذا. هما هنايا كما كتشوفوا هادو هما ديال الصبريون، هما من هاد ها هما الزيارة. هنا فين راكبين. هما راه ماشي ماشي لونت كذا، كيقولوا واش لونت، لا راه غير حيدوا لهم قلعوا لهم الكرون باش ما يتدازوش. ها هما وفي سنة الحليب، هذو بخصوص الناس اللي بغاو ديال الصبريون، الثمن ديالهم رخيص 55 درهم. هذا دابا 30 كيلو تقريبا، 35 كيلو، 40 كيلو، هادشي اللي كيبان. سنة الحليب باقي صغير، اللي بغا شي حاجة يعني كما قلت لكم يعني الأسواق ممتازة. شي نجمنا حقيقة، ماشي كنديرو لهم لي شهر ولا شي حاجة، غير كما قلنا خرجوا لينا الشنقة. كتدخل للسوق كتمشي مع صاحبك وكذا، كتلقى تما أثمنة خيالية. شي بارك الله ما شاء الله. لكم تبعوا الفيديو حتى الاخير، يعني هذه حقيقه اللي قلنا لكم، اللي جبنا لكم ومشينا حتى جبناها وجبنا حتى شنو كيتكال. كما كتشوفوا في الفيديو راه كان غير الشعير والضرا والسكاليم والشمندر. ديال السري الثمن ديالهم 63 درهم الباقي. كاين فيهم اللي في هاد الماركة وفي الماركة الأخرى اللي يبينها من الأول. الماركة حتى هي الاحتياج ديال الباقي. أنا كنفضل هاد الماركة، عجبتني قلبت فيها مزيان. الكيلوات ديالهم تقريبا من 47 كيلو، 47، 48، 50، 55، كون تطر تبارك الله. واخا كيبان ليك صغير ثقيل، هز اللحم عرفت. واش غادي نبان هنا واحد الوقت بغيت نهز واحد اخر وما بديتش عليه. تبارك الله ما شاء الله. ولا بغيت نشوفو واش اللي كيف الروح، ماشي كيف الروح يعني. الاثمنه ماشي في متناول الجميع، غير قلنا بنادم اللي غيعطي الفلوس غيعطيهم، اللهم يعطيهم في شي حاجه اللي سمينه وفيها ما يتكالو فيها اللحام وفيها. تبارك الله. هو هذا اللي قلت لكم، هذا دابا فيه 50 كيلو، 50 كيلو كاين في هذا، قطيبا صغير تبارك الله. كيما دو بين 50 و 54 كيلو كما قال لنا السيد. الميزان بعيد علينا شويه، ايوا ما نعذبهم كل مره ندي حتى الميزان ونرجعو. سولتو قال لي خوتي في حدود 55 كيلو، 45، 55، 47. الثمنه ديالو 67 درهم. هو السيد جابو لهنا، جابو بحال هذا بغا ياخدو في 47 كيلو. ها هو شحال وزن هذاك؟ تبارك الله 47 كيلو ضربها في 67 درهم، كتعطيك شي 3000 درهم، 3100 درهم تقريبا. وبخصوص واش غتدي ولا غتخليه، سولت قال له ودي غتخلص عليه 100 درهم واحد السوق، كان كتخلص عليه 100 درهم واحد السوق، كان كتخلص عليه 50 درهم تقريبا من هنا حتى العيد بخصوص الماكله ديالو. على اي هذا هو التحقيق اللي جبنا لكم، ماشي تحقيق، هو غير باش عن قرب شينا حتى شفنا كل شيء، شفنا الاضاحي وشفنا الاثمنه ديالهم وشفنا حتى شنو كيتكال، شنو كياكلوا، شنو تياكلوا عفوا. يعني هي الماكله كما كتشوفوا هي الشعير والذرة والسكاليم والشمندر، يعني شي حاجة اللي أصلا راه كلشي تيستعملها. هادو هما ديال اسبانيا اللي قلت لكم، الثمن ديالهم 55 درهم. الناس ما زعموش عليهم، يعني تقريبا الناس اللي مشيو للحاجة اللي كنا اللي والفين ديال البرقي ديال السردي شي حاجة ديال المغرب، غيكونوا مولاهم، غيكونوا يعني من هنا الليل إن شاء الله بنادم غيزعم عليهم. يعني هما غير هما ما فيهم شي حاجه كبيره هنا يعني في السوق دابا اللي كنا اللي مشينا عليه، ما فيه شي حاجه كبيره، فيه غير تقريبا 40 كيلو لتحت، 40
39 38 داكشي اللي كنشوفو. و غنخليكم ان شاء الله عيدكم مبارك وسعيد، اوقات سعيده. شكل كيلو الا نحوض البرقية؟ شحال من كيلو في هادو ديال البرقية؟ 67 درهم الكيلو. شحال لا الكيلو؟ شحال شحال من كيلو؟ كيبداو من 48 49 60 60. وهادوك واش ديال سباني هادوك؟ هادوك الصوار الثمن ديالهم 59 59 و شنو؟